تعرضه. ايوه حلو، تمام كده، سامعني؟ تمام. تمام. النهارده ان شاء الله هناخد الدرس الخامس من المشتقات، اسم الآلة. اسم الآلة ده يعني الآلة اللي الإنسان بيستخدمها، تمام؟ ممكن يكون الآلة دي اسم جاي من اسم مشتق ويكون جامد. فهو يعني التعريف بتاع اسم الآلة، اسم مشتق من الفعل الثلاثي المجرد للدلالة على الآلة التي يؤدى بها الفعل. يعني مثلا ناخد مثال، يستخدم الفلاح المحراث. هنا المحراث دي على وزن معين، الأوزان دي هناخدها دي بتاعت أسماء الآلة، زي ما كلمة المحراث. المحراث دي الآلة تستخدم في الزراعة لحرث الأرض، فده يعد أو بنسميه اسم آلة، وده على وزن معين هناخده من أوزان اسم الآلة اللي هو الصفحة اللي بعد كده. اسم الآلة عندي فيها عندي أوزان، نسميها أوزان قياسية مشتقة من فعل، مشتقة من فعل. كل الأوزان دي هتلاقي ليها فعل، والفعل ده هيكون فعل ثلاثي. هذه الأوزان قد يكون البعض منها قديم، قديم ومعروف ومن قديم الزمان وبيستخدم ومستعمل عند العرب، زي مثلا الوزن الاولاني مفعال. مفعال دي على وزن الاوزان بتاعتها ايه؟ عندي مفعال ممكن مثل مفتاح، منشار، مقراض، محراب، مذياع، ملقاط، ميزان، مقياس. سامعني يا هانيه؟ هانيه؟ ده أول وزن في الأوزان القديمة اللي هو إيه؟ مفعل. ثاني وزن اللي هو مفعل. مفعل زي مبرد ومنجل ومعول. وخلي بالنا من كلمة معول دي، إن بتيجي في امتحانات كتير جدا يقول لي استخرج اسم الآلة وبين وزنه. لو جالي كده سؤال زي كده بشوف أي آلة بستخدمها بيؤدى الآلة التي يؤدى بها الفاعل، وأبدأ الآلة دي اسم الآلة اللي موجود عندي ده، هل لو منه فاعل يبقى ده مشتق، وأدور على الوزن بتاعه، سواء كان وزن مفعال أو مفعل أو مفعلة، ده يبقى وزن قديم. مفعال، مفعل، مفعلة. مفعلة زي إيه؟ قال لي زي مكنسة، اسمها مكنسة مش مكنسة، مكنسة. مصفاة، بالعصر، مسطر، مبرا. دي أوزان قديمة، أوزان قديمة تستخدم عند العرب، وهي هذه الأوزان بيجي في الامتحان يقول استخرج اسم آلة وبين نوعه، أقول له اسم آلة مثلا زي كلمة منشار، ولازم يكون المنشار ده الآلة اللي بيؤدى بها العمل. مثلا إيه؟ يستخدم النجار المنشار. هنا ده المنشار دي آلة. أو مثلا مفتاح، يستخدم المفتاح في فتح الباب مثلا، يبقى ده اسم إيه؟ اسم آلة، لأنه دل على الآلة التي تؤدي بها الفعل، وده بنسميه أوزان قياسية قديمة. طب الأوزان الحديثة، قال لي أول حاجة زي فاعلة، أوزان القياسية الحديثة زي فاعلة، زي ساقية، حافلة، حاسبة، كاتبة، ناقلة، طائرة. دي أوزان بتيجي على وزن إيه؟ فاعل. كلمات بتيجي على وزن إيه؟ فاعل. قال لي زي وزن آخر وزن إيه؟ فعالة، مثل إيه؟ غسالة، ثلاجة، سيارة، شواية، سماعة، قداحة. قداحة دي اللي هي الولاعة. في وزن رقم ثلاثة فاعول زي حاسوب، صاروخ. طيب إيه تاني؟ قال لي زي الوزن الرابع فعالة. فعالة زي مثل إيه؟ خزانة. خزانة. دي الأوزان اللي هي المشتق. المشتق هو القياسي. وعشان نفرق ما بين الاثنين دي
مشتق جامد، المشتق بيجي من فعل، مأخوذ من فعل. يعني كل ده مثلا مفتاح هتبقى ايه؟ فتح، منشار نشر، مقراض قرض، وهكذا. غسالة مثلا في فعالة غسلة، فاعول مثلا فاعول حاسوب يبقى حاسبة، خزانة خزنة. يبقى دي أفعال المشتقات أو الاسم الآن يعني المشتق اللي هو جه محفوظ بالفعل. طب احنا لو جينا على اسم الآلة الجامد، اسم الآلة الجامد اللي هو السماعي اللي هو ليس مأخوذا بالفعل، تمام، زي فأس، قدوم، سكين. فأس أقول بها فعل هي، فأس ما ينفعش طبعا، ولذلك أقول هنا دي أوزان جامدة. عرفناها بهذه الصيغة، زي إبرة، رمح، سيف، شوكة، فرجار، قلم، ورقة، قرطاس، أزميل، رحى، شادو، سندان. كل هذه الكلمات هي جامدة، يعني سماعية كما سمعناها، وليست مشتقة، وليست إيه؟ مشتقة. ده مين يفرق ما بين اسم الآلة نوعين، النوعين بتوعه، نوع مشتق ونوع كامل. تمام؟ المشتق في منه قديم وفي حديث وعلى أوزان، والأوزان القديمة كلها بتبدأ بالميم، مفعال، مفعل، مفعلة. الأوزان الحديثة بتبدأ بفاء الفعل، يعني بالأصل بتاع أصل الفعل اللي هي فاعلة، فعالة، فاعول، فعال. دي الأوزان أو النوعين بتوع اسم الآلة، المشتق والجامد. هاني سامعني؟ معاك تمام، في أي مشكلة في الوقت؟ ممكن بس تقول ازاي نفرق بين الجامد والمشتق؟ نفرق بين الجامد والمشتق؟ طيب، الجامد والمشتق. الجامد، الجامد والمشتق بيبقى مأخوذ من فعل. ماشي يا هانيا؟ هانيا معاك؟ مأخوذ من فعل، يعني مثلا زي كلمة إيه؟ مفتاح. دي مأخوذة من فعل فتح، وبيكون على الأوزان اللي موجودة قدامي دي. الأوزان اللي هي مفعال، مفعل، مفعلة. الوزن ده لازم يكون شرط إن الوزن ده أقدر أجيب منه الكلمة اللي موجودة عندي، أقدر أجيب منها الفعل. تمام؟ ده بالنسبة للقياسية، القياسية كلها لازم اجيب منها الفعل ويكون على وزن، ويكون على وزن من الاوزان اللي موجوده قدامي، سواء كان الاوزان القديمه او الحديثه. لكن الجامد، الجامد ما اقدرش اجيب منه الفعل، الفعل هيكون بعيد كل البعد عن معنى الكلمه اللي موجوده قدامي. ولذلك فرجار بس هجيب منها ايه؟ فعل ايه؟ قلم. اقول ايه فعل ايه؟ قلمه، مش تيجي. تمام؟ ونفس الوضع في بقيه الايه؟ بقيه الكلمات. فده بنسميه جامد. وانا يعني عاوز الصوره اللي موجوده قدامي دي تنطبع عندك، ان الكلمات اللي موجوده على قدام على الصفحه دي غالبا يعني بعض في اكثريه او 90% من الامتحانات جايبه الكلمات دي، زي مثلا كلمه معول. معول دي الآلة اللي بحطم بيها الصخور أو بحفر بيها. معول تيجي في التحريك كتير جدا. كلمة مقياس على وزن مفعال، ميزان. تمام؟ ده كالصيغة الأولى لإيه؟ السؤال في الامتحان يقول لي استخرج اسم آلة وبين نوعه، نوعه يعني مشتق ولا جامد. تمام؟ أو السؤال بصيغة تانية، اسم آلة وبين وزنه. ده طبعا إذا كان مشتق وزنه هنجيب الأوزان اللي موجودة قدامي دي اللي هي سواء قديمة أو حديثة. تمام يا هانيا؟ معاك يا مستر. كله تمام كده؟
ماشي تمام. تمام، ننتقل على اللي بعديها. في ملاحظات مهمة جدا بقى خلي بالنا منها. لو احنا رجعنا كده على الصفحة اللي قبليها هنلاقي مفعال، دي خدناها قبل كده، الوزن ده خدناه قبل كده في مشتق تاني. مشتق بتاع ايه؟ صيغ الايه؟ المبالغة. في صيغ مبالغة بتيجي على وزن مفعال. طب انا اعرفها ازاي؟ زي كلمة مثلا مذياع، امتى تيجي اسم آلة؟ ها؟ وامتى تيجي صيغ مبالغة؟ طب انا اعرفها ازاي؟ قال لي ده من خلال السياق بتاع الكلمة، سياق الجملة اللي موجودة قدامي. قال لك فإذا دل على كسرة القيام بالفعل دي صيغة مبالغة. طب إذا دلت على الآلة التي يؤدى بها الفعل، طب دي اسمها إيه؟ طب ندي مثال. المثال بيقول محمد، محمد مذياع للخبر. محمد مذياع للخير، أقصد للخير. هنا مذياع دي كسرة اللي هو إيه؟ كثير، كثير لإذاعة الخير. فهنا دي صيغة مبالغة. لكن نسمع الأخبار في المذياع، دي آلة. الآلة اللي أنا بسمع فيها الإيه؟ الأخبار. يبقى دي اسم، اسم علم. يبقى لما أجي عشان أفرق اللي بيفرق لي بيها إيه؟ السياق. في عندي ثانية؟ تمام معاك. ماشي يا عم. يبقى انا عندي ايه؟ بيقول محمد مذياع للخير. هنا مذياع دي كسره ايه؟ اذاعه الخير. فهنا دي تصير مبالغه. لكن نسمع الاخبار في المذياع دي الان. طب في عندي زي مفعال، في عندي فعاله. فعاله دي اللي هي على وزن، خدناها وزن قبل كده لوزن فعال. فعال ده برضه موجود في صيغه الايه؟ في صيغه المبالغه، او زي موجود في صيغه المبالغه. يبقى انا افرق ما بينها ازاي؟ قال برضو السياق هو اللي بيحدد. لو كانت آلة اسم آلة، لكن كثرة القيام بالفعل تمام؟ يبقى ده اللي موجود عندي في صيغة المبالغة. زي مثلا بنقول ايه؟ ده هقولها شفوي كده، زي كسرة. يقول لي في الامتحان ادخل كلمة كسرة او الفعل كسرة في جملتين، بحيث ان هي تكون مره اسم صيغه مبالغه ومره اسم علم. اقول ازاي؟ اقولها ازاي؟ في الغالب لما بكون طلع اسم آلة بستخدم الافضل، يعني يستخدم واجيب اسم شخص. مثلا تستخدم البنت كسرت البندق. هنا كسرة ديت ايه؟ ها؟ هاني كسارة هنا اسم آلة. اسم آلة، جميل. طيب البن كسارة للزجاج، ده ايه؟ تبقى هنا صيغة مبالغة. صيغة مبالغة، ممتاز. تمام كده. يبقى انا عندي هنا ده بيجي عندي كوزنين موجودين هنا، الوزنين سواء كان وزن مفعال او فعالة، الوزنين دول بيشتبكوا او بيتفقوا مع بعض في حاجتين، في مشتقين من المشتقات اللي عندنا السنه دي، اللي هو صيغه المبالغه او اسم الاله، وما يحدد ذلك هو السياق. تمام كده؟ ننتقل على الملحوظه اللي بعد كده. في عندي ملحوظه الوزن بتاعي اللي هو وزن فاعله. طب ده ممكن يجي ايه ويجي ايه؟ فاعلة اللي هي زي كلمة ساقية، ممكن تبقى اسم آلة وممكن تبقى اسم فاعل. اسم فاعل، اسم الفاعل لو دلت على من قام بالفعل. اسم آلة لو دلت على الآلة التي يؤدى بالفعل، أيضا ما يحدد ذلك السياق. طب نيجي نقول الجملة اللي عندنا، حمل الساقية أكواب العصير. يبقى الساقية دي اسم فاعل. اسم فاعل ليه؟ لانها مش آلة. حملت الساقية التي تصفي، الساقية دي اللي بتسقي، يعني من قامت بالفعل. من قام بالفعل يبقى دي اسم فاعل. طيب يستخدم الفلاح الساقية، الساقية دي هي آلة
ل يعني اخراج الماء بيسقى بيها الزرع، تمام كده؟ زي المكن او الالات الزراعيه الموجوده دلوقتي اللي بتخرج الميه. لكن زمان كانوا بيستخدموا حاجه اسمها الساقيه. الساقيه دي يعني اله تستخدم في ري الارض الزراعيه. دي اسمها معايا؟ تمام يا هاني؟ تمام معك. ماشي، يبقى ده كصيغه اخرى من صيغ السؤال بيجي يسال عن اسم الاله في الامتحان. يبقى احنا خدنا دلوقتي اسم اله ممكن يسالني بايه؟ يسالني في الاستخراج. استخرج اسم اله وبين نوع. النوع هو المشتق ولا ام جامد؟ ممكن يجي سؤال بطريقه اخرى، بطريقه اخرى اسم الاله، اسم الاله مع صيغ المبالغه. مثلا اي فتح مثلا فعل، كل الفعل ده ادخله في جمله بحيث يكون اسم اله او صيغه مبالغه. نفس الوضع اي فعل او اي فعل بيجي يذكر منه ان هو يجيب له اسم فاعل او اسم اله، اجيبه على النمط اللي احنا قلناه. ثلاث انماط اربع انماط الاسئله ممكن يجي فيها اسم ايه؟ الاله. السؤال بيجي في الامتحان ازاي؟ قال لي ما يقول ان اسم الاله وكل المشتقات يعرف حسب موقعه في الجمله، يعني ما يجيش عندي السؤال في الاعراب خاص باسم الاله. اسم الاله ملهاش دعوه بالاعراب. ليه؟ لانه بيعرف حسب موقعه في الجمله. تمام؟ ملهاش اعراب محدده. تمام. اسم الاله. نيجي يطلب مني هات اسم الآلة من كلمة سطر أو سمع أو رأى وضعه في جملة. الأفضل زي ما قلنا غنيًا عشان أعمل الجملة دي أقول يستخدم معايا وأجيب اسم إنسان وبعد كده أدخل اسم الإيه؟ الآلة. ده يبقى أنا وضعي في السليم وبنسبة 100% إجابتي هتكون سليمة. يبقى يستخدم اقول مثلا ايه هنا من سطر يستخدم محمد المصطفى. طيب من سمع او اسم الاله بتاعي سماعه او يستخدم محمد السماعه. رعى تبقى مرآه يستخدم محمد المرآه. في كلمات بتاتي شهيره في كتير جدا زي مقياس مفتاح ميزان وفي كثرة في أسماء أسماء الآلة في الامتحان ومعول أيضا كتير جدا في الامتحانات وبيتسأل عنها، تمام كده؟ هاني تمام. ليه يقول لي هاني عايز في الجمل الآتية اسم الآلة وبين المشتق منها وغير المشتق، تمام؟ المرء مرآة أخيه، مرآة أخيه، هنا فين اسم الآلة هنا؟ هانيا؟ اسم الآلة هنا هتبقى مرآة ومشتق. مرآة مشتق، طيب لما يقول لي في المحبرة مداد أسود أو حبر أسود، هاني معلش ممكن تقول تاني يا مستر لو سمحت؟ ماشي، بقول في المحبرة اللي هو السؤال الثاني في المحبرة حبر أسود أو مداد أسود، إيه فين اسم الآلة هنا؟ طبعا عندي إيه؟ محبرة وده مشتق. المصفاة والمضاء من أدوات المنزل، طبعا مصفاة دي مشتق
تمام. ناس غنية معايا هونيو، تمام. والمضاف ايضا نسمع ضاف، معك تمام يا فندم. طب نيجي للسؤال رقم 4، نسمع نشرة الأخبار من المذياع. فين اسم الآلة هنا؟ ثانية، طيب يبدو أن الصوت في مشكلة عند هونيا. طب هقولها أنا، المذياع طبعا ده مشتق على وزن إيه؟ مفعال. يحتاج البقال إلى المكيال والميزان. طبعا مكيال ميزان ده مشتق على وزن مفعال. المجهر يكبر ما صغر، يبقى المجهر ده مشتق. لا يستغنى، لا يستغني الفلاح عن الفأس والمنجل. فأس طبعا ده جامد، اسم آلة جامد، والمنجل على وزن مفعل اسم آلة مشتق. استخدم النجار المنشار والحداد المطرقة. طبعا عندي المنشار والمطرقة ده اسم آلة مشتق. تمام يا غنية؟ سامعني هانيا ولا هانيا؟ هانيا سامعني؟ ايه مستر سامعك بس الصوت بيقطع. هو تقريبا النت عندي تمام، تقريبا النت عندك فيه مشكلة لأن صوتك بيجي لي برضه مقطع جامد. تمام، مش مشكلة، ممكن تسمعيني ولو عرفت تشاركي ماشي مش مشكلة. تمام، أنا أكمل بما هو مطلوب. تمام، أكمل بما هو مطلوب أمام كل جملة مما يلي. استخدام نقط مفيد للبشرية، عاوز اسم آلة من الفعل نظرة والبطء. هتبقى استخدام المنظار. ايوه استخدام المنظار مفيد للبشرية. تمام، المنظاري بقى عشان هو طلب الضبط. تمام، يستخدم الطبيب نقط في علاج مرضاه، عاوز اسم آلة مناسبة. هانيا؟ ايوه معاكي يا مستر. عاوز اسم هو آلة، يحدد فعل ولا اجيب انا اي حاجه؟ هو عاوز، لا مش محدد فعل، انت هتجيب، انت هتجيب انت الفعل يعني. هتجيب فعل وتجيب منه اسم آلة. استخدم التعبير من فعل مثلا 7. يبقى ايه؟ السماعة. استخدم الطبيب السماعة. معايا هانيا؟ تمام معاك يا مستر. ماشي، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. الطريق الصخري مصعدنا إلى قمة الجبل. ما تحت الخط اسم آلة ولا اسم مكان ولا اسم زمان؟ مصعد اسم آلة. لا، اسم ده اسم المكان. الطريق الصخري مصعدنا إلى، أنا بتكلم على الطريق، الطريق هو اللي يصعدنا، اسم مكان. لكن أقول لك يستخدم ده المصعد ده لو عندي
المصعد هو اللي بيرفعه، زي مصعد اللي هو الأسانسير، استخدم المصعد في انتقال الناس من مكان إلى أو التنقل بين الأدوار، يبقى هنا المصعد دي اسم آلة. تمام؟ تمام يا عمي؟ المؤمن مفتاح للخير بين الناس. كلمة مفتاح من العبارة السابقة. اسم مكان ولا اسم مفعول ولا صيغة مبالغة؟ ثانية، مفتاح اسم مكان ولا اسم مفعول ولا صيغة مبالغة؟ صيغة مبالغة. صيغة مبالغة، تمام، ماشي يا عم. هاتي اسم الآلة من كوا. واذكري وزن. اسم الآلة من كوا، واذكري وزن. اختار اسم الآلة من كوا. مكواه. معايا هانيا؟ معك اسم الآلة من كوا ايه؟ مكواه. تمام؟ وزنه مفعل. كده يكون انتهينا بالدرس. اسم الآلة. في أي تعليقات أو أي سؤال يا هانيا؟ هانيا في أي سؤال؟ هانيا؟ في أي سؤال أو في أي حاجة عاوز أوضحها لك؟ تمام؟ لا لا تمام تمام ماشي ماشي. مع السلامة.